يوم الاثنين الماضي كنا تواصلنا مع والد لاعب المنتخب الأولمبي ولاعب النادي الفيصلي خالد زكريا. نذكر بالموضوع، اللاعب اللي أصيب خلال مباراة منتخبنا الوطني في بطولة غرب آسيا، وبعد ذلك تم إجراء عملية جراحية لخالد زكريا هنا في الأردن، وبعد 3 أو 4 شهور 5 شهور لم تكن هنالك الاستجابة الكاملة. الاتحاد الأردني أرسل خالد زكريا إلى قطر وتحديدا إلى أسبتار المركز العلاج هنالك، وتم قرار يعني أو إجراء طبي جديد عليه. كان هنالك عتب من والد اللاعب من اللاعب على ربما التأخر، ربما بعض التفاصيل، كان هنالك بيان من الاتحاد وضح كل شيء وانتهى الموضوع إلى هذا الحد. ولكن إحنا اليوم وللأمانة الإعلامية كما أثرنا الموضوع سنتابعه بمستجدات يعني إن شاء الله تكون إيجابية. إذا جاهز معنا السيد أبو خلدون والد اللاعب خالد زكريا نحكي لك مساء الخير أبو خلدون. أهلا وسهلا حبيبي. هلا أبو خلدون، أنت الأسبوع الماضي بجوز يعني حركت كل مشاعر الأردنيين بالتأكيد بلحظات بكاء ولحظات عاطفية على 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 إصابة خالد، وربما كان قلق منك على مستقبله. إن شاء الله أن الأمور الآن تكون أحسن. من يوم الاثنين الماضي لليوم شو الشيء اللي استجد؟ والله بمسي عليك أول شيء أخ أحمد وعلى الجماهير وعلى المستمعين والمشاهدين وعلى كل أردني بنتمي لها البلد ولسيد هاي البلد أخ أحمد. واليوم الحمد لله راح خالد على أسبتار علشان يسوي فحص التخدير ويشوفوا شو المخدر المناسب بالنسبة له، وكانت الروحة ميسرة وكل شيء تمام، وقالوا له إن شاء الله كان مفروض عمليته يوم الأربعاء، بس قالوا له إن شاء الله العملية بدأت تأجل ليوم الأحد. الدكتور الأمريكي اللي بيسوي له العملية كأنه اسمه بيتر اللي مصر يحضر عملية خالد مع الدكتور الفرنسي براون، نعم فرنسي، قال له انا يمكن الاربعاء ما اكون موجود، فانا ما بدي عمليتك تصير بدون ما انا اكون موجود، ان شاء الله الاحد عمليتك على الاغلب يا خالد. وقال لهم شكرا وطلع خالد، وان شاء الله الاحد العمليه باذن الله. ابو خلدون معلش الصوت كان شوي يعني راح ورجع هيك، انا ما قدرت اسمع الجمله، قالوا له يعني شو الخطه العلاجيه اللي راح تكون اذا تمت العمليه يوم الاحد؟ لا لا، كان العمليه يوم الاربعاء بحكي لك. اها، فقالوا الدكتور البيتار اظن هو رئيس السبيتار دكتور دكتور بيتا، قال له انا مصر احضر عمليتك مع الدكتور الفرنسي. جميل، ممتاز الأحد. ممتاز، والله سبحان الله، يعني شيء ممتاز هذا، يعني فالاحد العمليه باذن الله ان شاء الله. هو راح اليوم اساسا عشان يفحصوا له التخدير. ممتاز، طيب اعطوه موعد ليوم الاحد ان شاء الله يا رب. اليوم تحدثني انه الاتحاد تواصل معك. والله ليش تواصلوا معك؟ ناشدنا الامير علي، سمو الامير علي الله يطول في عمره، والامير علي لبى النداء بصراحه واعطى تعليماته للاتحاد. الست ثمر ما قصرت والله، تواصلت معي 3 مرات، قالت لي خالد هذا مش ابنك، ابننا خالد، احنا ان شاء الله ما بيرجع الا وهو يعني بصحه وتمام، هذا ابننا وابن الاتحاد، واحنا ما راح نقصر معاه بالمره، واحنا ما راح نرتاح لحد ما يرجع هو للعبه اللي بحبها ولا نادي ولا منتخبنا ان شاء الله. واي شيء قالت لي اي شيء انت بدك اياه بس رن على سمر نصاف، كانت كثير متعاونه الصراحه. طيب انت قلت لي اليوم تواصلوا معك، ارجع اسال السؤال مره ثانيه، والله اليوم ليش تواصلوا معك؟ الصبح والله صحينا على تليفون من الاتحاد طلبوا منا والله صوره جواز اخوه المهندس خلدون، اخوه خلدون صوره جوازه قال بعت لنا صورة مين بدك مرافق مع خالد، قلت له والله بدي اخوه خلدون. جميل، قالوا لي بعت لنا صورة جوازه علشان نمشي باجراءات انه يكون مرافق لخالد اول ما يطلع من العملية ان شاء الله. طيب وديت لهم انا والله الصورة. اذا يعني خلدون شقيق خالد راح يكون مرافق معه باذن الله، بادرة طيبة حتى بالتاكيد يكون الى جانبه. طيب لانه استاذ احمد نعم. وكتب كلامك، هو بعد ما يطلع من عمليه يعني بالفندق ما راح يعتمد احد يعني. طيب امور خاصه ولا ابو خلدون كيف تصل حاله التفاعل، تصفها حاله التفاعل اللي كانت الاسبوع الماضي والله يا من كل الجمهور بشكل يعني ايجابي لا يوصف. والله ما في حد الاردن ما فزع على خالد، يعني جماهير الفيصلي الجاليه الاردنيه كلها في قطر، والله كان يقول لي خالد الريسبشن في قطر بالفندق ما كان يفضل، و30 واحد كانوا بالبرنامج يطلعوا ويجوا غيرهم وبصراحه كمان الفيصلي اداره ورئيسا وفنيه اجهزه فنيه جمال ابو عابد كلهم صراحه ما قصروا، طيشات
رئيس النادي ما حد قصر بالمره، وانت والله اخ لا هذا واجبنا يعني ما قصرت. ابو خلدون بدي اسالك السؤال، الموضوع تبنيت الموضوع يعني انت الصراحه سيدي اي موضوع والله اي موضوع يعني موضوع خالد اعتبرت موضوعك انت والاخ الاخ سمير الحجاج كمان يعني صحيح ما سمير ما قصر والله يعني صحيح ابو خلدون الله يجزيكم خير يسعدك هذا واجبنا واحنا لما نتبنى قضيه ما هدفنا الا الحل وتسليط الضوء بشكل ايجابي لا هدفنا ان نضبط حدا ولا نلمع حدا ولا نهاجم حدا هذا رياضي وهذا واجبنا ان نقوم بالبحث عن القضيه الرياضيه ونوصلها للراي العام حتى تاخذ حقها وانا بعتقد كان في تفاصيل كثيره ما بدي ارجع لها خلال الاسبوع الماضي كل جهه حكت وجهه نظرها ولكن بالنهايه الان شقيقه التحق فيه الان انا بدي احكي في جزئيه بس اخيره اسمح لي فيها تفضل واذا ما عجبك السؤال انا بلغيه انا وصلني انه انت ناس تواصل معك وطلبك رقم حسابك او حساب خالد وانت رفضت صحيح هذا الكلام ممكن تعيد السؤال عشان افهمه بالضبط انا بدي اجاوبك بقول سمعت انا انه في ناس من جمهور الفيصلي طلبك رقم حسابك او رقم حساب خالد زكريا كانوا حابين يتبرعوا بمبالغ ماليه وانت رفضت والله صحيح مضبوط ليش والله شوف يعني بس انا بدون عمل صراحه ولكن والله عزة نفسي منعتني يعني انا قلت يعني انا ما بدي اتاجر يعني بابني يعني عفي عليك لانه بعدين تطلع اشاعات انه والله زكريا قاعد استغل الشغله علشان يجمع تبرعات هذا السبب الحقيقي والله الصراحه يا سيدي عفي عليك وبتمنى بعد 8 شهور ولا 9 شهور ان شاء الله والله النية 8 شهور بإذن الله إن شاء الله الله يمرضكم بإذن الله ترى الأيام بتمشي يا أبو خلدون وإن شاء الله سريعة وإن شاء الله يكون بالموسم الجاي موجود بإذن الله يا رب واللي كاتبه ربنا بالتأكيد دائما راح يصير أنا بشكرك بشكر إيمانك وإن شاء الله أمنياتنا بالشفاء لخالد أهله ووطنه وكل اللي بحبوه بالأردن وأنا بديش أنسى كمان أني أشكر كل الأندية بدون ذكر أسماء والله كل الأندية يعني كانت متواصلة مع خالد للإطمئنان والسؤال عليه بدون اي تحديد اسم نادي والله ابو خلدون والد اللاعب خالد زكريا شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا وعلى تفاعلك معنا وان شاء الله تكون رسالته وصلت بكل الاتجاهات اذا مشاهدينا اعتقد بهذه المتابعه اللي كما وعدناكم راح نظل متابعين بكل جديد واخر جديد كان انه الاحد ان شاء الله عمليه خالد واليوم الاتحاد الأردني تواصل مع والد اللاعب وأرسل شقيقه لي يكون إلى جواره بجانب العملية إن شاء الله هيك سمعنا من أنه طلبوا جواز السفر وبالتالي هذه القضية قضيتنا وكنا في المحور الأول تحدثنا عن وحدة أمن الملاعب ودورها الكبير في دعم الرياضة الأردنية مشاهدينا لكم كل الحب وكل التقدير على حسن المتابعة إلى اللقاء